نحن في جناح إبلة المخصص سابقا لعرض القطع الأثرية المكتشفة من قبل البعثة اليابانية في موقع تل المرديخ إبلة من قبل رئيس البعثة الإيطالية العائد لجامعة لاسبيينسا روما واحد البروفيسور باولو ماتيه وأعضاء البعثة العاملين في موقع تل المرديخ. طبعا من الملاحظ نحن الآن في جناح إبلة بجانب أو بالقرب من مكان المجسم أرشيف الملكي للرقم الإبلائية المكتشفة في إبلة، وطبعا نشاهد أيضا آثار ضربات القصف الغاشم من طيران روسي وطيران النظام التي أصابت متحف أو جسم متحف إدلب في السنوات الماضية في عام 2016 و2015، حيث تأثر أيضا هذا الجناح بالعبث من قبل ضعفاء النفوس من المجتمع المدني بسرقة بعض أساس المتحف. وهناك ايضا اعمال تمت اعمال عبث وتخريب من قبل النظام جنود النظام المجرم في عند دخوله لمدينه ادلب وجعل متحف ادلب سكنه عسكريه. تم اشراك قسم من العاملين في ورشه عمل مختصه لارشفة الوثائق المتواجده في متحف ادلب الكترونيا، ومنها واهمها الوثائق الإلكترونية أو المعروفة باسم بطاقات القطع الأثرية المتواجدة سابقاً في متحف إدلب. يتم الآن أرشفتها وتوثيقها إلكترونياً من أجل الحفاظ على هذه الوثائق من الإتلاف من عوامل رطوبة أو حرق أو سرقة أو نهب وما شابه ذلك. وتأمل هذه العملية أيضاً في عملية الجر للقطع الأثرية، حيث تحمل كل قطعة هي عبارة عن هوية أو بطاقة تعريفية لكل قطعة، لها رقم عام ولها رقم خاص ومكان عرضها سابقا ومعلومات ووصف عن هذه القطعة. طبعا نلاحظ آثار الأضرام التي لحقت متحف إدلب من آثار القصف طيران الأسد المجرم والطيران الروسي التي أدت إلى تكسير العديد من القطع الأثرية من تيجان ولوحات سويسا أو موزاييك ومدافن في الجهة الغربية من المتحف وتخريب شبكة الكهرباء وشبكة المياه وشبكة الإنترنت في متحف إدلب. أيضا أريد الذكر بأنه تم الآن دراسة قانون الآثار ثم تعميمه من أجل وقف حد الانتهاكات الحاصلة في المواقع الأثرية والمتاحف وسرقة وتزوير وتهريب القطع الأثرية إلى خارج سوريا. طبعا تم تشكيل هذه المديرية كما ذكرت بتضافر جهود المختصين والأكاديميين العاملين في مجالي التاريخ والآثار، وهذه المؤسسة هي مؤسسة مدنية بحتة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل من قبل كادر متخصص في التاريخ والآثار، وأهدافها واضحة. من أهم أهدافها الحفاظ على الإرث الثقافي الحضاري في محافظة إدلب وتعريف المجتمع الدولي بالإرث الثقافي السوري وردع الانتهاكات التي تحصل للمواقع الأثرية في محافظة إدلب والحفاظ على الإرث المتبقي في متحف إدلب.